الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزملاء الصحفيين، موظفي جامعة مكناس. في البداية تنتأسف بعدا على بعض الأقلام اللي حقا كل نهار تنصبح عليها وتنمسي عليها، اللي كتنقد الجامعة وكتنقد العمل نتاع الجامعة. الحق اللي تنشوفهم اليوم غايبين غياب تام، اللي بحق كانوا بالأحرى كانوا يجيو يدليو بالدلو ديالهم في هذا اللقاء التشاوري اللي تنظمو جامعة مكناس. هذا تنتأسف له الحقيقة بكثير. فيما يخص المشاكل اللي كتخبط فيها جامعة مكناس من ناحية البنية التحتية، من ناحية جميع الاختصاصات، من ضمن البنية التحتية، الإنارة، احتلال الملك العمومي، هناك عديد من المشاكل اللي كتخبط فيها الجامعة، اللي في الحقيقة كنا منتظرين منها الكثير والكثير، اللي تنوض في الحقيقة واللي تنوض تعمل منذ البداية نتاعها، بالأخص بالوعودات اللي كنا كنشوفوا في الانتخابات اللي كانوا كيوعدوا بها بعض المستشارين الجماعيين، وعودات اللي في الحقيقة كانت تعيش مكناس بحال اللي راحنا في باريس، ولا بحال اللي راحنا في نيم، ولا بحال اللي راحنا في دولة أوروبية متقدمة بزاف. إلا وبيت تفاجئوا، حنا على ما حنا قربنا نكملوا السنة ولا زالت المدينة في نوم عميق. المشكل اللي كاين إخوان الزملاء كل شيء راه تيعرفوا، كما قال سي بوحساني يخرج هاد مكتب الدراسات يخرج غير الشارع ويقبط أي واحد ويقول له مكناش شنو كتعاني منه. المشاكل اللي كيتخبطوا فيها الأعضاء بيناتهم، الأحفار اللي كوحفرة فيها تقريبا 25 سنتيم 30 سنتيم في الطاقة العمومية، الظلام اللي تيتخبطوا فيه المدينة كاملة. ما تنقولوش حنا غير حي المنصور ولا حي سيدي بابا، مكناس كله كيتخبط في الظلام بدون استثناء. وخير دليل على ذلك هو أن واحد الساحة اللي ساحة تاريخية، اللي هي ساحة الهديم، تتعيش في واحد الظلام اللي ما تصوروش، وراكم تدوزوا عليها يوميا تشوفوا داك الشيء اللي كاين. الاقتراحات نتاعنا هو أن حنا اقترحنا عديد مع السيد الرئيس، اقترحنا عليه عديد نتاع الحلول، من ضمنها هي هذه الإنارة العمومية، يحاول أن يتفاعل معنا. راه حنا بعض المرات تنكونوا متواصلين قرب من المستشار مع المواطن. وبالله عليك، شارع محمد السادس، اللي أن شارع كبير وسميته محمد السادس، ماشي سميته شي شارع آخر، شي سمية أخرى. النص نتاعو مطفي، وفاش تعيط للمصالح المختصة بالجماعة تيقول حق عيط للرئيس، فاش تعيط للرئيس يقول حق أنا غادي نحل دابا هذا المشكل. راه المشكل اللي تتخبط فيه المدينة هي الإنارة العمومية، هي الأولى. وراء آخر مؤخرا كان السيد الرئيس خرج بتصريح تيقول بأن الإنارة العمومية راه صافي، برماد الصفقة ديالها، وراه غتبدا في خلال داك التصريح ابتداء من داك النهار غادي يبداو يصرفوا في الإنارة العمومية. المشكل الثاني هو احتلال الملك العمومي. بالله عليك، هاد الأسواق النموذجية اللي دارت الدولة ولا اللي دارت الجماعة كلها فارغة، والباعة المتجولين يحلوا لنا الشوارع الكبرى نتاع المدينة. فين هو تدخل الجماعة؟ المقاهي، الوليدات نتاعنا تيمشيو ما يمكنوش يطلعوا فوق التريطوار، خصهم يمشيو تحت التريطوار. قوة احتلال الملك العمومي ولا ناهي ولا منتهي. هذا راه مشكل كبير اللي تنطلب منا من مكتب الدراسات انه يتعمق فيه، بالاخص احتلال الملك العمومي. راه المدينة تخنقات. رجع لك داك القسم تاع مصلحة التواصل اللي كان في جامعة مكناس، واللي بين عشية وضحاها مشى بحال، سدت ديك المصلحة اللي كنا المصلحة الوحيدة اللي كنا كنتواصلوا معها، وكان عندنا معها علاقات تواصل حنا كإعلاميين. بالله عليك، هذيك المصلحة اللي كانت هي اللي كتعطينا المعلومة الصحيحة، ولينا دابا كنتخبطوا بعض المستشارين وبعض الأعضاء اللي تيعطيونا معلومة مغلوطة باش يوقعونا في المشاكل. تنطلب من المجلس أن هذيك المصلحة تعاود تفتح، وكذلك تحديد ذاك الموقع، تحديد نتاعو لحق ذاك الموقع نتاع الجامعة اللي بالحقيقة موقع تاعو كنا كناخذوا بعض المعلومات منه، راه مغلوق تاهو لحدود الساعة.
تنشوفوا غير السيد الرئيس هو اللي عنده تناخذوا المعلومه من الصفحه ديالو. وشكرا. برافو.